555. معمول حلو العيد بيصير أطيب على الأكيد مع سمنة وزبدة جولدن بليت. سمنة وزبدة جولدن بليت، سرة طعم ونكهتها جولدن بليت. من لو شاركوتيه أطيب التهاني بالفصح المجيد. المسيح قام، حقا قام. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت لبنان مع تحيات دعاء حمصي فرح السكفوري والمخرج رودريغ نمنم. العناوين: الشارع والموازنة جنبا إلى جنب غدا. عشية الموازنة حسن خليل يجتمع إلى وفدين من البنك وصندوق النقد الدولي وارتياح إلى الإجراءات. الاتحاد العمالي يجتمع استثنائيا والمتقاعدون العسكريون يتحركون بدءا من 6 من صباح الغد. جبك مطمئن إلى موازنة وزارة الصحة. بالمناقشة إن شاء الله داخل مجلس الوزراء وبدعم من المجلس النيابي إن شاء الله نحصل على ميزانية أكبر من المطروحة. إيران تخلي مواقعها في دير الزور بسبب طائرة مجهولة، وسليمان يرفض التفاوض مع واشنطن في ظل الحظر الاقتصادي. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلم بكرة. من لو شاركوتيه أطيب التهاني بالفصح المجيد. المسيح قام، حقا قام. المشهد غدا سياسي وعمالي في آن واحد. الحكومة تنطلق في مناقشة مشروع قانون الموازنة وتدرس أكثر من 1000 صفحة تتضمن اقتراحات خفض العجز، ويتحكم بها خوفان: الأول يفرضه المجتمع الدولي في شروطه الداعمة لموازنة تقشفية قبل الإفراج عن أموال الساد، والثاني يفرضه إيقاع الشارع الذي يدشنه العسكريون المتقاعدون في حراكهم غدا، والذي يليه تحرك عمالي أوسع بعد غد تفرضه مناسبة عيد العمال. مسلسل الموازنة لن يكون خاليا من التعقيدات والحبكات والنقاشات الساخنة بشأن بعض البنود التي تتضمن تعديلات على بعض الضرائب، وتبقى الأمور مرهونة بخواتيمها. فإما تخرج الحكومة سالمة فتنقذ التسوية التي تجمع بين أفريقائها، وإما تطرأ تحولات تعدل في دفتها. الموازنة على الطاولة غدا، فما هي أبرز البنود التي ستحظى بالمناقشات في غياب الرؤية الاقتصادية المشتركة للسلطة؟ مروان الأدوم. مهمة صعبة على القوى السياسية في السلطة لتمرير مشروع الموازنة، إن كان خلال مناقشات مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ومن ثم إقرارها في المجلس النيابي بعد إحالتها من الحكومة. ولهذه الغاية عمل الرئيس عبد الحريري ومعاونيه إلى تهيئة الأرضية المناسبة مع بقية القوى السياسية من خلال الاتصالات والاجتماعات المتكررة التي شهدها بيت الوسط من أجل احتواء الاحتجاجات الكبيرة التي ستبدأ في الشارع من خلال مختلف القوى العمالية والنقابية وهيئة التنسيق والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وسط هذا الضياع لا تبدو الحكومة مطمئنة لسير المناقشات مع غياب التضامن الوزاري والرؤية الاقتصادية المشتركة للموازنة وبنودها. كل هذا ينذر بخلط أوراق لا تحمد عقباه. فما هي أبرز البنود التي سوف تشهد نقاشا محتدما في جلسة الغد الأولى لمناقشة الموازنة؟ الخبير الاقتصادي أنطوان فرح يحدد نقاط الضعف والخلل في المشروع. النقاشات حول البنود الواردة في هذا المشروع رح تتمحور حول التعديلات اللي صارت على بعض الضرائب، وهنا على ضريبة الدخل على سبيل المثال، وحتى الرسم الإضافي على اللوحات معتبر مميز ممكن ياخذ نقاش حاد، وكذلك رفع الضريبة على الفوائد
للايداعات، هذه كمان فيها نقاش حولها. لكن برايي الشخصي انا انه النقاش الحقيقي لازم يتم على البنود التي لم ترد في الموازنه. على سبيل المثال ما شفنا بند لتحسين الايرادات من خلال تنشيط الاقتصاد، وهذا امر اساسي، وبالتالي خصوصا انه لما بنرفع الضرائب على اقتصاد منهك الايرادات تتراجع ولا تتحسن، هذا يعني ثبت لدينا بالتجارب ومعروف. بند اخر لازم ياخذ نقاش هو بند محاولة تجميل الأرقام. ما لازم نجمل الأرقام، نحن مصداقيتنا بالدق. ما فينا نقول إنه بدنا نخفض للكهرباء بحدود 275 مليون دولار بدون ما نشرح كيف، وبالآخر يتبين إنه مش صحيح هذا الكلام، أو بدنا نقطع الكهرباء أو بدنا نرجع ندفعهم. هاي وحدة كمان من البنود لازم يتناقش بجدية. كذلك قصة تأجيل دفع المستحقات، يعني تحسين أو تجميل العجز ما بيصير عبر تأجيل الدفع. بال 2018 عملنا هاي الطريقة وأجلنا لل 2019، بال 2019 عم نحاول نعمل هاي الطريقة ونأجل لل 2020، وهذا الأمر كمان ما عنده مصداقية وما بيحل المشكلة. وبالتالي أنا برأيي النقاشات لازم تدور حول هذه النقاط الأساسية، وهذه تلاقي لها معالجة أساسية لمشروع موازنة 2019 لحتى نكسب ثقة الخارج والداخل. يبقى الضياع الاقتصادي وانعدام جدوى التقشف والاتجاه نحو رواتب الطبقة العمالية ثمة المرحلة المقبلة من عمل حكومة إلى العمل. مروان قدوم، صوت لبنان. وفي إطار التحضير لبدء جلسات مناقشة الموازنة غدا، عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي سروج كومارجا، والثاني مع السيدة نجلة نخلي مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان. وجرى البحث في أمور الموازنة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية والأرقام المتوقعة استناداً إلى المعطيات القائمة، وجرى نقاش وتبادل للأراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية. وقد أثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الخطوات التي تعكس شفافية ووضوحا ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس بحسب ما جاء في بيان وزارة المالية. وفي وقت تبحث الحكومة سبل التقشف في الموازنة، لا تزال أبواب الهدر مفتوحة، والدليل ما أثرته جمعية اليازا بسؤالها إلى رئيس الحكومة سعد الحريري حول الأسباب الموجبة لرصد ملياري ليرة سنوياً لصالح مجلس سلامة المرور. وأشارت اليازا في بيانها إلى أنها لم ترى أو تأخذ علماً أو تناقش على الإطلاق أي مشروع موازنة لصالح هذا المجلس، ولاسيما أنها عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي تضم كل الإدارات الحكومية والأهلية. وأكدت أن اللجنة اجتمعت 3 مرات فقط منذ صدور قانون إنشائها عام 2012. ولفتت اليازا إلى أن كتابها لرئيس الحكومة يهدف إلى وضعها والرأي العام بالأهداف والأسباب الموجبة لرصد موازنة ملياري ليرة سنوياً لصالح مجلس سلامة المرور. النائب ياسين جابر وصف في حديث لإذاعتنا الوضعين الاقتصادي والمالي بالسيء، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى علاج تأخر كثيراً. لبنان بحاجة إلى علاج، وتأخرنا كثيرا في وضع العلاج الذي كان يجب أن يكون منذ سنوات، وحذرنا سابقا مرات عديدة من الوضع الاقتصادي ومن التردي. للأسف يعني استمرت التصرفات والسياسات على ما هي عليه، والمبالغات في الأمور وفي التوظيف وفي الإنفاق، وكان هذا موضع الحديث في السنوات في الفترة الماضية. فعلى كل حال لننتظر مقررات مجلس الوزراء وبناء عليه يعني نتصرف. النائب فادي سعد رأى في حديث لإذاعتنا أن الموازنة هي فرصة حقيقية وامتحان أمام السلطة السياسية لتصحيح الإعوجاج بعدما باتوا يدركون أن البلد على شفير الانهيار. روحية هالموازنة، ولأول مرة بتاريخ لبنان في روحية موازنة ناس حريصين على المال العام، ناس واعيين بالقليل أنه الوضع منه بأفضل حال، وكلنا عطف على كل الشعب اللبناني. ما رح نسمح يندق بحقوق حدا. عم بحكي عن ظلم، بس إذا كان إعادة النظر بطال بعض المخصصات أو التقديمات اللي ما كانت طبيعية، لا يجب إعادة النظر. بس أنا بطمن العسكريين وغير العسكريين، بطمن كل المواطنين إنه في موازنة تقشفية عم بطال المسؤولين بدون ما بطال المواطن العادي يلي محدود الدخل.
في هذا الوقت أكد وزير الصحة جميل جباق أنه لن يكون هناك تقشف في ميزانية وزارة الصحة على الرغم من الحالة الاقتصادية السيئة للدولة، ورأى وجوب تأمين الشراكة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة. التقشف بينفع في كل المحلات إلا بالقطاع الصحي، لأنه كل ما زادت عندنا الأزمة الاقتصادية بلبنان كل ما زاد عدد العاطلين عن العمل، يعني ما لهم محل يتحكموا فيه على حساب الجهات الضامنة. بالمناقش إن شاء الله داخل مجلس الوزراء وبدعم من المجلس النيابي إن شاء الله بنحصل على ميزانية أكبر من المطروحة، وإذا حصلنا على الميزانية ما حدا يعتل الهم بلبنان. كل الناس اللي بحاجة لاستشفاء، اللي بحاجة لدواء، وخاصة الأدوية المستعصية والأدوية المزمنة سوف يتم تأمينها بشكل مناسب ودوري. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد طالب من جهته بإعطاء الأولوية في الميزانية المطروحة للصحة والشؤون الاجتماعية. ندرك الأولوية التي يجب أن تعطى هي للصحة والشؤون الاجتماعية في هذا البلد، خصوصا أن الأمن والاستقرار الداخلي هو على أحسن ما يرام. نحن نتعاون الآن في إخراج الموازنة التي نأمل أن تأتي بحد أدنى من الإنصاف لشعبنا وللشرائح المستضعفة في هذا الشعب. عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قال عبر تويتر: بعدما أصبح للبنان وسوريا تبادل دبلوماسي رسمي وسفارة في كلا البلدين، أصبح المجلس الأعلى اللبناني السوري جهازا رديفا ممكن الاستغناء عنه، ولسيما وأننا في مرحلة عصر النفقات والموضوع عينه ينطبق على الموضوع الفلسطيني مع وجود السفارة للسلطة الفلسطينية. النائب طلال إرسلان قال عبر تويتر: مهما حاولنا ونحاول ترقيع أزماتنا المالية المتراكمة لا حل إلا برد المسروقات من كل الذين استفادوا وحققوا الثروات نتيجة حرب 75، أو الذين استفادوا بأموال طائلة بعد الحرب نتيجة السياسات المالية المتعاقبة في الحقول كافة وغير ذلك. الله يساعد الناس والبلد، ختم إرسلان تغريدته. في هذا الوقت أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش في حديث لإذاعتنا أن تحركهم سيبدأ غدا عند 6 صباحا في نقاط محددة. نحن قاصدين وسط بيروت بعض المؤسسات حكومية موجودة ببيروت، تجمعات بنقاط محددة وبعدين انطلاق على المؤسسات هذه. نطمن المواطنين انه ما في بكرة تذكرة الأرض، في بعض النقاط بصير فيها تجمع رح تكون مش تذكرة الأرض، ما رح ينزعج المواطنين من الطرقات الصبح بكير، انما بتصور حول هالمؤسسات من الانخضاب بده يكون في شبه قطع للطريق لانه رح تكون اعداد كبيرة بكرة الصبح. ودعت خلية الأزمة المنبثقة من تجمعات العسكريين المتقاعدين بعد اجتماعها مع ممثلين عن هيئة تنسيق العسكريين المتقاعدين من الرتب والمناطق كافة ومن مختلف القوات المسلحة وعوائل العسكريين والشهداء والمعوقين إلى التجمع عند 5:30 فجر غد في ساحة رياض الصلح في بيروت، على أن يصار إلى ملاقاة رفاقهم من مختلف المناطق إلى أهداف أخرى تحدد في حينه. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إلى اجتماع طارئ يعقد قبل ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الخطوات التي يجب تنفيذها في مواجهة نوايا السلطة بالمساس بحقوق المستخدمين والعمال من خلال مشروع الموازنة. تفقد وزير البيئة فادي جريصاتي مطمر الكوستا برافا وأكد أن لا احتكاك للنفايات مع البحر والعمل من أجل إيجاد حل للرائحة المنبعثة من المطمر. هالمرة إذا الحكومة وافقت بده ينفتح المطمر مع الجيش ومع قوى الأمن وبالقوة، ما في مطمر بالعالم أو معمل نعمل إجماع عليه، ما في إجماع على البيئة كونوا أكيدين، ولكن في قرار جريء بدنا ناخده، أنا لح أخده والحكومة بدها تكون دعمتني، رئيس الحكومة دعمني ورئيس الجمهورية دعمني، والأحزاب أولا هن داعمين ليحكوا مع جماعتهم ونكون صريحين، بالآخر المطمر بده ينحط بمحل على أرض لبنانية. وإلى تغريدة اليوم.
انتشرت عبر تويتر صور لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في مطار رفيق الحرير الدولي، وهو يقف في الصف بين الركاب كباقي المسافرين بدل الانتظار في صالون شرف. ولاقت الصور تفاعلا لدى الناشطين المؤيدين للحزب التقدمي الاشتراكي، واصفين جملاط بالقائد المتواضع بإنسانيته ولكنه شامخ كالأرز في مواقفه. هل يتم ترسيم مزارع شبعة بعد الفاصل؟ معمول حلو العيد بيصير أطيب على الأكيد مع سمنة وزبدة جولدن بليت. سمنة وزبدة جولدن بليت، سرة طعمتها ونكهتها جولدن بليت. تعليقا على عبور شاحنات النقل عسكرية كبيرة حواجز للجيش في بلدة كفر زبد ودخولها إلى موقع الجبهة الشعبية في جبل عين البيضاء وإفراغ حمولتها من المعدات الثقيلة، غرد النائب اليسحنكش عبر تويتر كاتبا: لا بالاقتصاد تعرفون ماذا تريدون، لا بالموازنة أصبتم شيئا، لا بخطة كهرباء احترمتم القوانين، لا بالنفايات تعرفون إلى أين تذهبون، وبالتوظيف الانتخابي محتارون بما ستقومون به. وقال إن أهم شيء في هذين اليومين أنكم أتحفتمونا بزيارات ميدانية وتصريحات سيادية آخر فصولها خبر واجباتكم أن توضحوه أو تكذبوه، بمعنى آخر تصرفوا بمسؤولية. غرد الرئيس ميشيل سليمان عبر تويتر كاتبا: مع اثنين البعوث أطربوا لسماع نغمة الاستراتيجية الدفاعية تنبعث من جديد، عسى أن تكون خطة طريق سريعة لحصر امتلاك السلاح بيد الجيش بعد أن تأخر إقرارها عام 2012. النائب محمد الحجار اعتبر في تغريدة أن تأكيد سيادة لبنان على مزارع شبع المملوكة في معظمها للبنانيين يكون بتوقيع الدولة السورية على وثيقة رسمية وخرائط تعترف فيها بذلك ترفع إلى المراجع المختصة في الأمم المتحدة، وختم قائلا: كفانا مماحكة يا جاه بذات الممانعة. الوزير السابق أشرف ريفي قال عبر تويتر: مفارقة كبيرة أن تهاجم الممانعة وليد جملاط فيما تصمت عن استجداء النظام السوري للدعم الإسرائيلي عبر تسليم رفات الجنود والمفاوضات السرية. وأضاف ريفي: نعم لترسيم شبعة وكل الحدود مع سوريا وحفظ حق لبنان برعاية الأمم المتحدة وكل الدعم لمواقف جملاط. أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي وميرفت عيتاني قراراً يتعلق بملف المازوت في مستشفى رفيق الحرير الجامعي، أنزلت فيه عقوبات شديدة بحق موظفين تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على القضاء الجزائي. أثار ظهور الخنافس السوداء بشكل كبير في بعض المناطق البقاعية في خلال اليومين الماضيين قلق اللبنانيين واستغرابهم. محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي طمأن بعد اتصال هاتفي برئيس مصلحة وزارة الزراعة في البقاع خليل عقل، طمأن المواطنين بأن لا داعي للهلع والخوف من هذه الخنافس لأنها ليست حشرة وبائية ولا تؤثر على صحة الإنسان. عقل أكد من جهته أن هذه الحشرات غير مؤذية وغير ضارة للإنسان وللمزروعات، وهي تتغذى على الأعشاب اليابسة وتتراوح دورة حياتها بين 22 و 26 يوما. أفاد مركز بحن الصوت لبنان أن هزة أرضية ضربت قضاء صغرتة وشعر بها سكان منطقة الميناء في طرابلس، وهي بقوة 3.2. دعت دار الفتوى إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم السبت في 4 أيار المقبل. وأعلن المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله أن الاثنين الواقع في 6 أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
أفادت وسائل إعلام سورية أن إيران بدأت إخلاء مقارها في منطقة دير زور شرقي سوريا أمس بعد أن حلقت طائرة مجهولة فوق المنطقة لمدة 30 دقيقة من دون أن تنفذ أي هجمات. رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا في خلال 24 ساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في حلب واللاذقية وحماة، في حين رصد الجانب التركي 23 خرقا في حماة وإدلب وحلب واللاذقية. نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أن المؤسسة الدينية في البلاد لن تتفاوض أبدا مع الولايات المتحدة تحت ضغط اقتصادي، وأضاف سليماني أن على أمريكا وأعوانها أن يعلموا أن إيران اليوم دولة قوية أمنيا وعسكريا. أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني حسين خنزادي اليوم أن أسطول بلاده الجنوبي سيقوم بمناورات مشتركة مع البحرية الروسية. في هذا الوقت توقع المسؤول في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور أن تصل معدلات التضخم في إيران إلى 40% في خلال العام الجاري، مع محاولة الاقتصاد الإيراني التأقلم مع تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط، وتوقع أن يواصل الانكماش بشكل حاد إلى 6%. أعلنت النيابة العامة في باريس توقيف عدد من الأشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية في أجل قصير، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية عصابة أشرار إرهابية إجرامية. كما قالت وزير الداخلية الفرنسي تحدث عن توقيف 4 كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إرهابي كبير. أكدت الخارجية السعودية رفضها التدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما يمس بسيادتها وأمنها واستقرارها، ولفتت إلى أنها تتطلع إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق يسودها الاحترام المتبادل. مثل رئيس الشرطة الجزائرية السابق وابنه أمام محكمة للتحقيق في تهم فساد. سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفرنسا بتسليم الجزائر محكوما بتهمة الإرهاب. أفادت مصادر ليبية بأن جماعة مسلحة حاولت الهجوم على حقل الشرارة النفطي في البلاد، لافتة إلى عدم وجود تأثير على الإنتاج. تشهد اليابان عطلة رسمية مطولة تبدأ من اليوم فيما يعرف باحتفالات الأسبوع الذهبي، والذي يضم مناسبات وطنية عدة، ومن المقرر أن يتوقف العمل في بورصتي الأسهم والسندات طيلة مدة العطلة. أعلنت المتحدثة باسم الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين ليلاً في حادث إطلاق نار بالقرب من إحدى الكنائس في شارع إدمونسون. أفيد عن سقوط 5 قتلى من بينهم قص في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو. ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى 30 شخصا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ جو ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض محدود في درجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار. كان في هذه النشرة الشارع والموازنة جنبا إلى جنب غدا. عشية الموازنة حسن خليل يجتمع إلى وفدين من البنك وصندوق النقد الدولي وارتياح إلى الإجراءات. الاتحاد العمالي يجتمع استثنائيا، والمتقاعدون العسكريون يتحركون بدءا من 6 من صباح الغد. جباق مطمئن إلى موازنة وزارة الصحة. بالمناقشة إن شاء الله داخل مجلس الوزراء وبدعم من المجلس النيابي إن شاء الله نحصل على ميزانية أكبر من المطروحة. إيران تخلي مواقعها في دير الزور بسبب طائرة مجهولة، وسليماني يرفض التفاوض مع واشنطن في ظل الحظر الاقتصادي. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.